السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا العرض إن شاء الله من دروس الصف الثاني ابتدائي في مادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول، عرض لموضوعين: الموضوع الأول خصائص الجمع، والموضوع الثاني الجمع بالعد التصاعدي. في درس خصائص الجمع، فكرة الدرس: أجمع الأعداد بأي ترتيب وأجمع الصفر إلى أي عدد آخر. أجمع لأجد ناتج الجمع، والأعداد التي أجمعها تسمى الأعداد المضافة. في هذا المكعبين، في المكعب الأول 3 زائد المكعب الثاني 5، هذا العددان يسمان عددان مضافان ويساوي 8. الثمانية ناتج الجمع. عند تغيير الترتيب يكون 5 زائد 3، هذان العددان يسميان عددان مضافان إلى بعضهما، والناتج يساوي 8. نلاحظ أن عند تغيير الترتيب لا يغير من الناتج، يعطي نفس الناتج. نلاحظ لا يتأثر ناتج جمع عددين بتغيير ترتيبهما، وتسمى هذه الخاصية خاصية الإبدال. من خلال الأمثلة التمارين القادمة أجد ناتج الجمع. أربعة زائد ثلاثة، وعند تغيير الترتيب 3 زائد 4. أربعة زائد ثلاثة يساوي 7، وعند تغيير الترتيب يكون الناتج 7 بنفس الناتج السابق. التمرين الثاني 6 زائد 0 و0 زائد 6. ستة زائد صفر يساوي 6، وصفر زائد 6 يساوي أيضا 6. عند الجمع مع الصفر يسمى الصفر عنصر محايد لا يغير العدد الذي جمع معه في العددين المضافين. قليلا ونستعرض الحل سويا، أترك المجال لحل هذا التمرين. في العدد الأول في العملية الأولى 2 زائد 4 يساوي 6، وأربعة زائد 2 يساوي 6. في الجمع الطولي
هذا الخط بديل عن علامة يساوي التي تأتي بالشكل الأفقي. في الشكل العمودي الخط يعتبر علامة يساوي. التمرين التالي، اثنان زائد خمسة يساوي سبعة، وعند تغيير الترتيب خمسة زائد اثنان يساوي سبعة. نلاحظ أن عند تغيير الترتيب لا يتغير الناتج، وتسمى خاصية الإبدال لأنه يطلع الناتج نفسه. قليلا ونستعرض الحل سويا. في التدريبات القادمة أستعمل قطع العد لأجد ناتج الجمع، فلدي القطعتين 5 و1، عددان مضافان إلى بعضهما، 5 زائد 1 يساوي 6، وعند تغيير الترتيب 1 زائد 5 يساوي أيضا 6. التمرين السابع، ألاحظ القطعتان بالشكل الطولي يسمى الجمع الطولي، 5 زائد 4 يساوي 9، وعند تغيير الترتيب 4 زائد 5 يساوي 9. ولا ننسى أن هذا الخط بمعنى يدل على إشارة يساوي. هذا في الجمع العمودي وهذا في الجمع الأفقي. الآن ندخل في الموضوع الثاني من هذا العرض، وهو الجمع بالعد التصاعدي. فكرة الدرس أجمع بالعد التصاعدي على خط الأعداد. أستعمل خط الأعداد وأعد تصاعديا لأجد ناتج الجمع. أجد الناتج 3 زائد 7 ويسمى عددان مضافان. في خط الأعداد أو في الجمع بشكل عام أبدأ بالعدد الأكبر ثم أعد 3 تصاعديا. وضعت العدد 7 وأضيف 3، 1 2 3، ويصبح الناتج 3 زائد 7 يساوي 10. أيضا عند تغيير ترتيب الجمع وإشارة يساوي نقول أن 10 تساوي 3 زائد 7.
في التمارين القادمة أعد تصاعديا لأجد ناتج الجمع مستعينا بخط الأعداد مثل المثال السابق هذا. قليلا ونستعرض الحل. التمرين الأول 6 زائد 3 يساوي، نبدأ بالأكبر 6 ونضيف إليه 3، 1 2 3، ويكون هذا العدد هو الناتج 6 زائد 3 يساوي 9. التمرين الثاني 4 زائد 2 يساوي، نبدأ بالعدد الأكبر 4 ونضيف إليه 2، 1 2، إذن 4 زائد 2 يساوي 4 زائد 2، 1 2، يكون الناتج 6. في التمرين الثالث 5 زائد 3 نبدأ بالعدد الأكبر 5 ونضيف إليه 3، 1 2 3، 5 زائد 3 5 ونضيف إليه 3، 1 2 3، ويكون هذا الناتج 8. التمرين الرابع 2 زائد 9 يساوي، نبدأ بالعدد الأكبر 9 ونضيف إليه 2، 1 2، ويكون الناتج 11. 9 زائد 2 يساوي 11. في التدريبات القادمة أعد تصاعديا لأجد ناتج الجمع مستعينا بخط الأعداد. في بعض الأشكال يكتب الناتج على اليمين يساوي 5 زائد 2، يعني ذلك أن الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر في المعادلة. وقلنا 5 زائد 2، نبدأ بالعدد الأكبر 5 ونضيف إليها 2، 1 2، ويساوي 7. سبعة زائد واحد يساوي،
سبعة مضافا إليها واحد، واحد الناتج ثمانية. ثلاثة زائد ثمانية، حتى لو بدأ بالعدد الصغير دائما نبدأ بالعدد الأكبر في الجمع. ثمانية ونضيف إليها ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، ويصبح الناتج أحد عشر. التمرين الرابع عشر، ستة زائد واحد يساوي. ستة مضاف إليها واحد يكون الناتج ستة زائد واحد سبعة. هذا آخر تمرين من هذا العرض، ونلتقي إن شاء الله في مواضيع أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.